واليوم الشعب هو حر، وهو بإرادته القوية سنتحرر ونحرر عفرين بإرادتنا وقوتنا. اليوم نحن كنا شعب واحد، إذا كردي ولا عربي ولا سرياني، اليوم نحن شعب واحد وإرادتنا حرة وإرادتنا قوية ضد كل المؤامرات الدولية علينا. بل ماشي وقت العمر ما زدت هنا وقف لي سوق خراب بين مليار هاد قردان وقال لي عفرين ايش عفرين دار ليه مزالد حتى نها بل خدان دوامه تاكوشين دوامه شهر دوامه